بشأن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة الأكاديمي العراقي الدكتور سلوان العاني. أهلا ومرحبا بك دكتور سلوان. بداية، اليونسكو في تقريرها حددت نسبة الأمية في العراق ب 47%، كيف ترون هذه النسبة وما هو تعليقكم على أوضاع التعليم في البلاد؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا على الاستضافة. الحقيقة هذه النسبة هي نسبة صادمة، هي لأول مرة تحصل في بلد مثل العراق، بلد الحضارات، بلد اللي أعلن في عام 1977 كان من أفضل دول العالم في التعليم، وكان يضاهي التعليم في العراق التعليم في الدول الاسكندنافية. لا بل كان الطالب العراقي هو الأكثر قبولا من دول العالم الثالث في الجامعات العالمية. فعندما ينحدر التعليم أو نسبة الأمية تزداد بهذا القدر، معناه تقريبا وصلنا إلى نصف المجتمع هو أمي. نعم. أو جاهل أو عديم يعني التطور في مسائل المعرفة. مثلا بسيط، الآن أزمة التعليم في العالم تعوق تقريبا 63 مليون طفل في العالم كله. نعم. في سن الدراسة. احنا في برنامجكم السابق قبل ايام طرحتوا انه 3.5 مليون الى 3.5 الى 4 مليون طفل في العراق لم يلتحق بالدراسة بسبب عمليات عسكرية واعمال عنف. اي احنا ما نشكل في العراق 6.5% من مجموع أطفال العالم، وهذه حقيقة يعني يفترض أنه توضع تحت الدراسة، تضع التربية حلول لها، برامج، لأن اليوم العالم يتجه نحو تقليل الأمية وليس زيادة الأمية. طيب، إحنا بلد في ثاني احتياط نفطي في العالم. برأيكم هل تعتقدون أن سياسات الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 أوصلت النسبة إلى ما هي عليه اليوم؟ هي بالتأكيد أحد الأسباب أنه وزارة، خاصة وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي، لم تكن بالمستوى المطلوب. نعم. لا مؤسسات ولا مدارس ولا جامعات، لم يبنى أي بناء فكري أو استثمار للبناء الفكري. نعم. هنالك أموال لكنه لا تصرف على التربية والتعليم. في الوقت الذي يعني تشير إلى كل اتفاقيات العالم لحقوق الإنسان في جانبين، التعليم والصحة، هذه يجب أن تكون مجانا، توفرها الدولة وتنأى بالمواطن والطفل والشاب عن أماكن الصراعات. طيب، البلد عانى منذ 2003 إلى حد هذا اليوم عدم استقرار أمني وسياسي. طيب، بشأن التبريرات الحكومة تقول أن الحروب هي أساس الوصول بحالة التعليم إلى هذه الحالة. برأيكم هذا التبرير هل هو مقبول من الحكومة؟ لا طبعا، هذا يعني نقول هروب من معالجة الحقيقة والواقع. الواقع هو ضياع كثير من التقاليد التعليمية. العالم يعني يحتفل بعيد المعلم. نعم. نحن نشهد ارتفاع معدلات العنف في المدارس، ومنها ضرب المدرس وإهانته والتقليل من شأنه وشأن إدارات المدارس وما شابه. نعم. يعني هذه مسؤولية من؟ أن تزرع داخل المدرسة احترام والحقوق والواجبات للطالب والأستاذ. هذه حقيقة بعد الاحتلال، اللي طبعا اللي هو زرعها هو الاحتلال. نعم. وهو اللي وصلها بعد ما حاصر العراق لمدة 13 سنة وأدى إلى احتلاله في 2003، كانت هذه وحدة من مخرجاته. طيب، وبما جاء من دكتور معلومات مزيفة دكتور هي الديمقراطية وما شابه. أخيرا، برأيكم ما هي تداعيات هذه الأزمة على مستقبل العراق؟ طبعا أنت من يكون عندك بلد
ما يقارب 50% أمية، كيف ستبني بلد؟ نعم. أين خطط التنمية؟ وين الجامعات؟ وين سمعة التعليم في العراق؟ كلها ستنحدر إلى شبه الانهيار. يجب نعم. أن نضع برامج عاجلة لعلاج هذه التداعيات، وأن نكون صريحين في مواجهة الحقيقة. الذي أدى إلى هذا السبب هي الأفكار الغريبة اللي دخلت إلى البلد، إلى إدخال أو إقحام التعليم في مسائل سياسية وهو بعيد عنها. التعليم يجب أن يرتفع أو يسمو على كل السياسات، ويجب أن يبقى مؤسسة نزيهة هدفها إنساني توعوي علمي تثقيفي لبناء شباب ومستقبل زاهر، هو الذي يبني هذا مستقبل العراق. لا تبني سوى بدون تعليم لا تبني دولة. نعم. هذا هو مسار العالم، ونحن يجب أن نبقى مع هذا المسار وليس متخلفين بهذا الشكل. من الدوحة الأكاديمي العراقي سلوان العاني، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.